في الذكرى الخمسطاش لافتتاح مبنى الكنيسة، الذكرى الستاش لخروجي من سجن المخابرات. فمناسبة بالنسبة لي احتفالين، الرب أعطاني كنيسة الحياة الجديدة والرب أعطاني حياة أيضا جديدة. خلينا نفتح كتبنا المقدسة على رسالة العبرانيين أصحاح الاثناش، عبرانيين أصحاح اثناش، والرب يكلمنا برسالة اليوم عنوانها أكمل سباقك بقوة. اللي كان موجود في بداية الاجتماع منه كان شفنا سباق ماراثون أو سباق الحقيقة 400 متر بريد، وقلنا أنه أكمل سباقك بقوة وأحرص أنه تسلم العصا، عصا الإيمان، إلى الجيل اللي وراك. عبرانيين 12 طلعناها على المونيتر، عبرانيين 12 عدد الأول والثاني راح أقرأ. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. في ترجمة أخرى تقول ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، في ترجمة أخرى تقول لنركض باجتهاد بعزم بثبات في السباق المعد لنا. أمين أمين. خلينا نفتح قراءة أخرى من سفر الخروج صح 34، ورح أقرأ عن كل سنة في يوم الكنيسة مثل هذا اليوم نقرأ وعد الرب للكنيسة من خروج 34 عدد 10. هذه الآيات موجودة على مدخل الكنيسة على جدار المرمر محفورة بأحرف من ذهب. الرب قال لنا ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب، إن الذي أنا فاعله معك رهيب. أمين أمين. تفضلوا في ملوك الأول أصحاح العاشر العدد الأول، ملوك الأول أصحاح العاشر عدد الأول يقول وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب. تعرفون يمكن سمعنا عن تشارلز فيني، يمكن سمعنا عن هاتسون تايلر اللي أسس إرسالية الصين اللي غزت الصين كلها، يمكن سمعنا عن مودي، سمعنا عن رجال الله العظام، وأكيد وأكيد راح نسمع عن سليمان اللي راح يطلع من العراق، اللي راح يطلع من هذه الكنيسة، لأنه وعد الرب للكنيسة إن الذي أنا فاعله معك رهيب. في نفس الإصحاح من عدد 4 إلى 5 يقول فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه كم هو عظيم، لم يبقى فيها روح بعد. لاحظوا ملكة سبا انذهلت لما شافت مجد الرب والعمل العظيم اللي ده يعمل. يقول لم يبقى فيها روح. تعرفون يعني شنو لم يبقى فيها روح؟ يعني انقطع نفسها، يعني تفاجأت. وأنا صلاتي، أنا صلاتي فعلا، أنا صلاتي أن كل شخص يأتي إلى هذه الكنيسة ينبهر بعمل الله في هذا المكان. من يقول أمين؟ كنيسة الحياة الجديدة أنتوا دا تكتبون التاريخ، أنتوا دا تكتبون التاريخ. وأنا أثق أنه الشيء اللي الله دا يعمله في هذه الكنيسة ومن خلال الكنيسة رهيب. والله اختارك، الله اختارك لتكون جزء من هذا العمل. أمين. في القراءة اللي قرأناها من رسالة العبرانيين كاتب السفر يقول لنا أنه نحن لازم نركض بثبات.
قول نركض شلون؟ بثبات، في مكان آخر باجتهاد بعزم، مثل ما ركض الناس اللي سبقونا. مرات نقول أنا راح أركض هذا السباق، وأنا استخدمته بالفيديو، استخدمت السباق 4 في 100 متر بريد، لأنه لازم أكو عصا الإيمان اللي لازم نسلمها. ممكن نحن نقول أنا راح أركض، من يقول أنا راح أركض؟ أنا راح أتمم دعوتي، أنا راح أوسع تخومي. وكأنه مرات، نقول أنا، وكأنه أنت دا تركض السباق وحدك، ومو همك أي شخص آخر. لكن الكتاب يقلنا بالعكس، الكتاب يقول إد لنا سحابة من الشهود، مقدار هذه محيطة بنا. لاحظوا، أكو ناس كانوا قبلنا وركضوا يمتى؟ ركضوا قبلنا. وإذا نحن نسينا أنه أكو ناس ركضوا قبلنا، نحن راح ننسى أنه أكو ناس راح تركض ورانا. لكن لما نتذكر، لما تتذكر أنه أنت جزء، قل أنا جزء من خطة إلهية، أنت راح تفهم أنه أنت دا تشبه سباق 4 في 100 متر تتابع، أو مرات نسميه 4 في 100 متر بريد. وفي هذا السباق أنت لازم تعرف أنه مو بس مهم كل متسابق إيش قد يركض سريع، هذا مهم، بس مهم الشيء الثاني في شروط هذه اللعبة، مهم جدا أنه عملية تسليم العصا، أو بالإنجليزي يسموه الباتون، عملية تسليم العصا لازم تتم خلال مسافة 20 متر من السباق. 20 متر، يعني أول واحد راح يركض 100 متر، ومن 90 متر إلى 110 تقريبا يقدر يسلم. إذا سلم خارج المنطقة راح يخسر الفريق. واليوم أريد نتكلم شوية عن هذا السباق 4 في 100 متر بريد، وأريد نتعلم من عنده بعض الدروس للكنيسة. أمين. تعرفوا خلال 16 دورة أولمبية، الفريق الأمريكي النسوي في سباق 4 في 100 متر بريد، في سباق 4 في 100 متر تتابع، ربح الميدالية الذهبية في 9 مرات من 16 مرة. لكن اللي حصل في أولمبياد سيدني، أنه بدل ما الفريق الأمريكي حصل على الميدالية الذهبية، نشوف أن الفريق حصل على الميدالية البرونزية، يعني طلع مو الثاني، طلع الثالث. وسبب خسارة الفريق أنه في الدورة الثانية ظنوا أنهم ضمنوا السباق، ولأنه ظنوا أنه ضمنوا السباق، عملية تسليم الباتون تأخروا بيه شوية، وقدر فريق البهامز وفريق جامايكا أنه يربح السباق، وطلعوا هم ثالث. وكان سبب الخسارة الرئيسي هو البطء في عملية تسليم العصا. وتعرفون في حياتنا الروحية دائما، قل دائما، في حياتي الروحية هناك أماكن اللي أنت لازم تسلم فيها العصا، عصا الإيمان. وهناك أوقات، هناك أماكن، أوكي، وهناك أوقات أنت لازم، أنت دا تركض، أكو واحد دا يركض قبلك، أنت لازم شوية تسرع، لأن أنت كنت واقف، فأنت لازم تسرع حتى اللي يجي سريع يسلمك العصا وأنت تركض. فمرات أنت لازم تسرع حتى تستلم، ومرات أنت لازم، أنت كملت 90 متر، أنت مرات لازم تبطئ حتى تقدر تسلم. مرات نحن نتساءل ليش نحن ما أنهينا السباق كما يجب. مرات أنت تتساءل ليش أخطأت في عملية التسليم، أو ليش أخطأت في عملية الاستلام. السؤال الكبير، ليش ما قدرنا ننهي السباق بقوة؟ حبايب الكنيسة، مطلوب من عنده أن تنتقل من قوة إلى قوة، ولهذا يجب أن ما نتعثر في عملية التسليم، ولازم علينا أن نركض بسرعة إلى الدورة الثانية،
وبعدين المتسابق الثالث يركض الدورة الثالثة، وبعدين المتسابق الرابع يركض الدورة الرابعة. لكن إذا تكاسلنا إذا كل واحد ما قام بدوره، إيش راح يصير؟ أنت تركض سريع، بس إذا تعثرت، إذا وقعت، إذا أسقطت العصا، خسرت. بعد أولمبياد سيدني سنة 2000، سنة 2004 أولمبياد أثينا، الفريق الأمريكي أيضا كان مرشح يفوز بالذهبية، لأنه هو أسرع فريق يعني بالمسابقات الفردي 100 متر، عنده أحسن المتسابقات. لكن نشوف أنه المتسابقة الأولى لما كانت ركضت الأول 100 متر أبطأت في عملية التسليم، ولما كان الحد 20 متر كان هذا آخر حد، هي طلعت برا حتى تسلم، وبالتالي خسر الفريق مرة أخرى. ولذا أريد أقوله اليوم أنه إذا أنت ما سلمت اللي أنت محتاج أنه تسلمه في التوقيت المناسب، أنت ممكن تخسر هذه الفرصة الإلهية. إذا أنت ما أعطيت في التوقيت المناسب، أنت ممكن تخسر البركة. إذا أنت ما حبيت في الوقت اللي لازم أنت فيه أن تحب، إذا أنت ما سامحت في الوقت اللي لازم فيه أن تسامح، إذا أنت ما قمت بالشيء اللي أنت لازم تقوم بينه، أنت ممكن تخسر الفرصة. بعدين نجي إلى أولمبياد اللي بعده، أولمبياد 2008، أولمبياد بنجين بالصين. مرة ثانية الفريق الأمريكي كان لازم يفوز وين؟ بالورق. كان لازم، عنده أحسن السرعة، كان لازم يفوز. لكن لما وصل السباق إلى التسليم الثالث، المتسابقة تعثرت، وقع العصا من إيده، وبالتالي أيضا خسروا السباق. تعرفون كم مرة حصل سقوط للباتون في تاريخ الكنيسة الممتد؟ 2000 سنة. الله يمسح ناس للخدمة، الله يمسح ناس ويفرزهم، لكن مرات كثيرة أسقطت العصا من إيدين كثير ناس ممسوحين. بعدين نجي إلى أولمبياد آخر، أولمبياد لندن 2012. شوف الفريق الأمريكي ما كان أسرع من باقي السنوات الماضية، كان فريق عادي، حتى كانت الأنظار ما مركزة علينا، لكنه ربح الميدالية الذهبية بسبب أنه كل تسليمات الباتون العصا كانت في المكان وكانت في التوقيت المناسب. واليوم ده تقول ليش ده نحكي عن هذا؟ شنو الدرس اللي نريد نتعلمه اليوم في الكنيسة من هذه المسابقة؟ أنه نتأكد أنه نحن نسلم عصا الإيمان إلى جيل مالتنا. لازم تسلم عصا الإيمان إلى جيل مالتك، وأنه نتأكد أنه ما نسقط العصا من إيدنا، أنه نتأكد أنه ما نسلم العصا متأخر جدا، أنه نتأكد أنه ما نفتر في دعوة الله لحياتنا، وأنه نفهم أنه دعوتنا هو أن نسلم العصا إلى جيل مالتنا، والجيل مالتنا يسلم العصا للجيل اللي وراه. أمين. تعرفون أنت مو بالصدفة، أنت مو بالصدفة موجودة في هذا البلد. الله يعرف كل شيء، متفقين؟ الله يعرف ماذا سيحصل في 2019. من وياي أنه الله يعرف كل شيء، صح ولا لا؟ هو يعرف كل شيء عنك، يعرف؟ هو يعرف كل شيء. الله وضعك في هذا البلد، والله خلالك مواهب ووزنات حتى تخدم جيلك. وهو قال أنا رح أزرعك في هذا البلد، تغريد. الله قال أنا رح أزرعك في هذا البلد، فرات. الرب زرعك في هذا البلد اللي بينه
كثير من المشاكل، صح؟ الله يعرف، الله زرعك في هذا البلد اللي بينه كثير من المشاكل، اللي بينه كثير من الفساد، كثير من الانقسام، كثير من الظلم، كثير من الألم، كثير من عدم العدل. كل هاي الأشياء موجودة بالبلد. والله يقول لك أنا أريدك تقول أنا راح أحمل عصا الإيمان لجيلي، أنا راح أحمل الأخبار السارة إلى شعبي، أنا راح أكون نور في وسط ظلمة شعبي، أنا راح أحمل عصا الإيمان لعائلتي. من يقول أمين؟ لمجتمعي، لمكان عملي، لمدرستي. في عبرانيين 12:1 يقول إذ لنا سحابة من الشهود، مقدار هذه محيطة بنا لنحمل عصا الإيمان. أمين. تعرفون عدو الخير يحاول أن يشوش علينا بحيث ما يخلينا نفهم الشيء الوحيد، الشيء الواحد اللي نحن مدعوون أن نقوم بينه على هذه الأرض. تخيل الشيطان يشوش علينا بعد ما يخلينا نفهم الشيء الواحد اللي نحن مدعوين أن نقوم بينه على الأرض. إحنا هذا الشهر بدنا نحكي عن الإرسالية، بدنا نحكي عن المشن. تكلمنا أول أسبوع كلمة بعنوان لماذا أنتم هنا، والأسبوع الورا حكى قسامح موريس من دون ما يعرف نحنش، بس الروح القدس أكيد يعرف، كلام لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. الأسبوع الماضي تكلمنا لفة أخرى بالإيمان، واليوم الرب يكلمنا أكمل السباق بقوة. شنو هو الشيء اللي نحن مدعوون أن نقوم بينه؟ نحن موجودون حتى نحمل عصا الإيمان. الله أعطانا مسؤولية أن نحمل عصا الإيمان لجيلنا. نحن مدعوون أن نكرز بمجيء المسيح الثاني. من يقول أمين؟ سؤال، ماذا لو نحن ما قمنا بدورنا؟ ماذا لو نحن نسينا أو تناسينا؟ خلينا نشوف كم واحدة من أكثر المقاطع الكتابية الحزينة على قلبي لما أقرأ هذا المقطع. أحزن في سفر القضاة الأصحاح الثاني يقول وعبد الشعب الرب يمتى؟ كل أيام يشوع. بعدين قطعته لأنه بعدد 10 هذا الكلام. عبد الشعب الرب كل أيام يشوع الذين رأوا كل عمل الرب العظيم وقام بعدهم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. تخيل وياي، جيل عرف الرب، شاف كل عمل الرب العظيم، شاف معجزات الله، جاء جيل ورانه لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيل. تفهم ليش مهم نحمل عصا الإيمان؟ ليش مهم جدا أنه نحن ما نتوقف ككنيسة ونكتفي باللي عندنا؟ ليش؟ لأن الموضوع ما يتعلق بينا لوحدنا، الموضوع يتعلق بأولادنا، الموضوع يتعلق بالجيل الجاي ورانا. أنا أتساءل، أريدك تتساءل وياي، كيف ممكن يجي جيل آخر بعد يشوع، مباشرة بعد يشوع، اللي لم يعرف الرب؟ شلون؟ لاحظوا، يشوع كان واحد من أعظم القادة في الكتاب المقدس. يشوع شاف البحر الأحمر ده ينشق قدام عيونه. يشوع كان مع موسى في خيمة الاجتماع، صح لو لا؟
كان مع موسى على الجبل، شافوا وجهه ديلمع، شاف معجزات الله، شاف اختبر نزول من من السماء لمدة 40 سنة، شاف معجزات بعينه، هو استطاع أن يبقى مع ناس متذمرين متمردين 40 سنة في البرية، شاف نهر الأردن ينشق قدام عيونه، فهم نعمة الله، اختبر انه جيل كامل راح والرب بقانه، شاف اسوار اريحة تسقط قدام عيونه، اختبر امتلاك ارض الموعد، اختبر حرفيا، قل حرفيا، حرفيا انتقل من العبودية الى الحرية. لكن بعد موت يشوع قام جيل اخر لم يعرف الرب، رغم أن الجيل اللي قبله اختبر معجزات لم تحصل من قبل، لكن الجيل اللي بعد يشوع جاء في وقت ما، في وقت ما على الطريق أسقط عصا الإيمان في مكان ما، هو داخل أرض الموعد ارتخى اتهاون ونسى انه هو من ضمن خطة الله الابدية. تعرفون اريد اقول لكم يا كنيسة الحياة الجديدة، نحن في خطر ان نكون مثل هؤلاء، لهذا نحتاج ان نمسك عصا الايمان ونقول يا رب ساعدني، ساعدنا ان ما نسقط عصا الايمان، ساعدنا نحمله من جيل الى جيل اخر. امين. تعرفون اكو فرق بين جيل راى معجزات الله، جيل راى معجزات الله في بنايه الكنيسه، وبين جيل لم يرى معجزات الله. احنا جيلنا رأى معجزات الله، دخلنا لبناية هذه الكنيسة شفنا اسم الكنيسة بستيكر على أحد أبواب الكنيسة، نحن كنيستنا الحياة الجديدة شفنا ستيكر ملزوق مفطر من الحر مكتوب New Life in Christ، قلت له الدلال قلت له نأجر المكان، وبعد حوالي 6-7 سنين أو أكثر اشترينا المبدأ. اختبرنا معجزات الله في العطاء، في العطاء يمكن ما كثيرين منكم ما لحقتم، بس قعدنا اخت قديسة بالبورد مع الكنيسة سرطان منتشر في جسدها، انطت $1,000 حتى نشتري القطعة اللي ليمنا، انطت $1,000، قالت ايش قد سعر الارض؟ قلت له حوالي $1,000، قالت انا اشتري مقعد لشخص رح يجلس بدالي، انا رح اكون بالسماء، انا رح اكون بالسماء. اختبرنا معجزات الله في العطاء، ناس قدمت الحلقات مال الذهب مالتها، ناس قدمت التراشي مال الذهب مالتها، اختبرنا الشركة القوية، المعجزات، العطاء الغير محدود. تعرفون اذا نحن ما نعطي، اذا نحن ما نعطي الجيل الصغير الجاي، اذا نحن ما نعطينه فرصة لهذا الجيل أن يمرن عضلات الإيمان، ولهذا نحن اشترينا قطعة أرض ورح نبني مبنى أكبر، لأنه إذا نحن ما مرنا عضلات الإيمان، إذا ما خليناهم في مرون في أزمات ويحتاجون يصرخون إلى الله، رح يجي وقت هم أصلا ما رح يتذكرون أنه أكو الله يحتاجونه. صدقوني اللي صار في شعب الله في القديم، بالأول يحتاجون الله يشق البحر الأحمر بعصا ودخيلك يا رب العدو قدامنا، بس من دخلوا صارت سهلة تساهلوا الأمور. لهذا مهم جدا كل جيل تعطيه فرصة أن يؤمن بالله. أمين. لاحظ يمكن نتساءل ليش كل سنة نتكلم عن الكنيسة، كل يوم مثل هذا اليوم نتكلم عن الكنيسة، لأنه لازم نمرن عضلات الإيمان اللي عندنا. والكتاب يقول لنا أنه أكو 3 طرق حتى تمرن عضلات الإيمان، حتى نعملها حتى تمرن عضلات الإيمان. يقول لنطرح كل ثقل
والخطية المحيطة بنا بسهولة، وأن نجري بعزم، أن نجري باجتهاد في السباق الذي أمامنا. لاحظ بهذه الطريقة نحن نحافظ على عصا الإيمان، أنه تنتقل من جيل إلى جيل، وتخلينا نمشي بحماس وغيرة وراء الرب. ترى يمكن أنت، يمكن أنت كنت من الناس اللي تحضر كل اجتماعات الكنيسة، تحضر الصلاة وتحضر النساء وتحضر أكو ناس أول ما تيجي تحضر 5 اجتماعات بالأسبوع، بعدين بلش تقلل، بعدين جاء وقت مطر، أكو ناس ما يجون بالمطر. وقلت أنا مو كثير عاجبني، وترمي العصا من إيدك. أو يمكن في وقت من الأوقات كنت تحفظ نفسك نقي مقدس مفروز للرب، وبعدين قلت كل الناس تسوي هذا الشيء، ترمي العصا من إيدك. يمكن في وقت من الأوقات كنت تعطي عشورك، كنت تجي وتسأل شنو يعني الباكورة؟ أعطي. وشنو يعني تقدمات؟ أوكي أعطي الباكورة وأعطي العشور أعطي. لكن جاء وقت تريد تشتري سيارة جديدة، أسقطت عصا الإيمان من إيدك. كثير من المرات لما نحن نرمي عصا الإيمان نحن نفقد كثير من بركات الله لحياتنا. أحبائي نحن مدعوون أن ننتقل من قوة إلى قوة، ومن مجد إلى مجد أعظم، لكن هذا يحصل فقط، قل يحصل فقط، لما نمسك عصا الإيمان، لما نطرح كل ثقل، كل خطية محيطة بنا بسهولة، ونركض في السباق الموضوع أمامنا. أمين. لاحظ كاتب سفر العبرانيين، وكنت تكلمنا عن هذا من قبل، يشير إلى كلمتين مختلفتين لنطرح كل ثقل وكل شنو؟ كل ثقل وكل خطية. يعني معناها الثقل مو خطية، الثقل ممكن يكون شيء جيد. قول الثقل ممكن يكون شيء جيد، بس الله ده يقول لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة. الثقل ممكن يكون شيء جيد في وقت ما، لكن الآن صار غير جيد. الثقل ممكن يكون شخص قادك إلى الإيمان، ممكن يكون في يوم من الأيام جابك للرب، لكن بعدين هو يعني باقي بنفس المستوى الروحي 10 سنين، وانت الرب ده يريدك تنمو في الإيمان. إذا كملت تكون صديقه، ممكن أنت تتراجع في حياتك الروحية. ممكن يقولوا لك يعني الله ما يريد من عندك تعطي هذا المقدار، يعني تضيع كثير وقتك تخدم، يعني أعطي بهذا المقدار عشورك، أنطي عشورك. وممكن الرب ده يقول لك أنا أريد أسوي اختراقة روحية في حياتك. لما تعطي بهذا المقدار جيد، يعني جيد، أنا أقول لك لما تعطي بهذا المقدار جيد، لكن أنت تريد اختراق روحي في حياتك، فلازم تعطي بدل هالمقدار. وإذا أعطيت بهذا المقدار اللي كان في يوم الأيام جيد، راح يصير ثقل في حياتك. ممكن تكون تخدم بهذا المستوى، ممكن ترحب بالناس حلو جدا، ممكن الرب يقول لك أنت عندك يعني قلب وتحب الناس، أطلع ويانا ويا المهجرين، أطلع روح النازحين بالدورة وكذا. أنت تخدم بهذا المستوى والرب يريد يستخدمك، وناس تقول لك لا حبيبي لا تضيع وقتك، اشتغل لك شغلة أحسن. بالتالي ممكن يكون الخدمة بهذا المستوى تكون ثقل بالنسبة لك. وتعرفون هذا ينطبق على نواحي أخرى كثيرة من حياتنا. ممكن شيء جيد كان في وقت من الأوقات، لكن أصبح
ثقل بالنسبة لك. لهذا السؤال المهم، شنو هو الشيء، السؤال المهم شنو هو الشيء اللي تحتاج أن تطرحه حتى تستطيع أن تحمل عصا الإيمان وتركض بثبات؟ أمين. الرياضي الجيد يعمل كل جهده حتى شو يسوي؟ حتى يتخلص من كل ثقل زايد، كل وزن زايد، كل شيء يعيقه من الركض بثبات. واليوم نحن جايين ننطب السنة 16 من افتتاح مبنى الكنيسة، واليوم الرب يكلمنا أنه لازم نطرح جانبا كل ثقل. ممكن الثقل يكون بعض العادات، ممكن الثقل يكون بعض العادات اللي إذا تعيق تقدمنا، ممكن الثقل يكون بعض الدوافع الخطأ، ممكن الثقل يكون بعض ممكن الثقل يكون بعض المرارة، ممكن الثقل يكون لازم تطرح عدم الغفران، ممكن الثقل ممكن لازم تطرح بعض الأفكار. لازم إذا نريد نركض في السباق الموضوع أمامنا، لازم نطرح كل ثقل وكل خطية. قل كل خطية وكل ثقل. أنا أعرف أنه كثير مرات لما نجي في حياة الإيمان ما نحب نتكلم عن الخطية. صرنا مؤمنين، والمشكلة مشكلتنا نحن غلفنا الخطية. أوكي، تخيلوا عندي بطل، هذا شنو؟ بطل سم، وأنا يعني شقيت الورقة خليته عصير برتقال، ده يبين السم. منو يشرب؟ هو بينه كلوريدين مال الأرض. مكتوب علينا عصير برتقال منعش، وخلينه بالثلاجة مالتك. الشيطان يسوي هالشكل بينا، خلينا مرات كثيرة نغلف الخطية. تخيل انه شخص بينه سرطان، اوكي، والدكتور يقول يعني ما نريد نجرح مشاعره، فش نسوي؟ قل عنده أفلونزا، نعطينه باراسيتول. راح تروح يم هذا الدكتور لو ممكن تحاكمه؟ ده خاف على مشاعره فينطينه باراسيتول. تعرفون اليوم أنا ما راح أجاملكم، أنا ما راح أخاف على مشاعركم. أريد أقلكم لازم نطرح كل ثقل وكل خطية. الخطية سم، الخطية خطية سم قاتل، خطية سرطان مميت. لكن الأخبار السارة أنه أكو مصل علاجي ضد الخطية اسمه دم يسوع المسيح الذي يطلق الجميع أحرار. أمين. لذلك كاتب سفر العبرانيين يقول لنطرح كل ثقل وكل خطية. واليوم نحن نحتاج أن نطرح بعض الأشياء حتى نركض في السباق الموجود أمامنا. حبائي، عندنا سباق، نحن لازم نفهم عندنا سباق معد لنا، ونحن لازم نحمل عصا الإيمان وننطلق. لكن تعرفون مرات كثيرة نحن نخلي عذر كل يوم، مرات كثيرة نحن نخلي يعني إذا كان عندي قدم عشوري، راح أخدم إذا كان عندي شنو وقت، يعني لازم أخلي عذر من العدل لما يكون عندي راح أسوي.
لكن أحبائي ماكو شيء اسمه لما يكون عندي، لكن أركض في السباق المعاد لك. تعرفون بعض منكم مدى يركض السباق؟ بعض منكم، مو الكل، بعض منكم مدى يركض السباق لأنه مشغول ومهتم بسباق غيرك. يعني أنا مخلي هذا جواباتي، الدريس ماله حلو، الحذاء ماله حلو. مرات كثيرة نحن مدى نركض السباق مالتنا لأنه نحن مشغولين مهتمين بسباق غيرنا. لكن إذا أنت بطلت تنشغل بسباق غيرك وركضت في السباق المعاد لك، أنت راح تنهي سباقك بقوة. بعدين كاتب سفر العبرانيين يقول ثالث نقطة، يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ثلاث نقاط تخلينا نمرن عضلات الإيمان. أعيدها بسرعة. أول شيء، اطرح كل ثقل وكل خطية وتخلص من كل شيء يعيق تقدمك في السباق. ثاني نقطة، تخليك تتمرن عضلات الإيمان عندك، اركض باجتهاد في السباق الموضوع أمامك ولا تنشغل بسباق غيرك، ما عليك من غيرك. ثالث شيء، خليك تمرن عضلات الإيمان، وجه نظرك إلى يسوع واكمل سباقك بقوة. يسوع هو من ابتدأ معنا، أمين. يسوع هو اللي راح نشوفه في نهاية السباق، هو اللي راح نشوفه عند خط النهاية. تأكدوا، راح نشوفه كل واحد لما يكمل سباقه، راح نشوف يسوع عند خط النهاية. كنيسة الحياة الجديدة، تعرفون ليش نحن مصدقين؟ ليش نحن مصدقين انه الرب راح يفتقد بلدنا؟ لانه يسوع هو رئيس هذه الكنيسة، ويسوع هو اللي بدأ هذه الكنيسة، ويسوع هو اللي راح نشوفه عند خط النهاية. من يقول امين؟ لهذا راح نكون دائما الكنيسة اللي ايمانها راديكالي. اوكي، هنكون دائما كنيسة إيمانها راديكالي، راح نحمل عصا الإيمان، راح نصدق معجزات الله. الناس تقول علينا مجانين، مو مشكلة، الناس راح تضحك علينا. ما زلت تصدق؟ يعني أنت ما زلت تصدق أنه العذراء ولدت؟ نعم أصدق. ما زلت تؤمن بقيامة المسيح الجسدية؟ نعم أؤمن، مو بس أؤمن بهذا، لكن أؤمن السماء راح تفتح ورح يجي المسيح ثانية، وماكو خبر أكثر سار من مجيء المسيح ثانية. من يقول أمين؟ تعرفون، أتذكر أحد الأشخاص لما كنا نجتمع في البيت قال عني مجنون، هذا مجنون رح يدمر مستقبله. بس تعرفون بولس قال إن كنت مختلا فلله. تعرفون نحن لازم نكون مستعدين أن ندعى جهال وأغبياء لأجل خاطر يسوع. من يقول أمين؟ لاحظوا عبرانيين 11 قبل الإصحاح اللي قريناه مليان بأبطال الإيمان اللي اعتبروا، كل واحد من عندهم اعتبر غبي في يومها، يومها اعتبر غبي. تخيلون شقد نوح كان مبين غبي لما الرب قال له أن يبني فلك في وسط الصحراء. أصدقاء نوح جوي ده يبني، هو إيش ده تبني؟ ده أبني فلك. ليش ده تبني فلك؟ لأنه راح يجي مطر. شنو يعني مطر؟ ما كان كن نزل مطر بعد، فما يعرفون شنو مطر. قال صدق ما أعرف، بس الرب قال لي ابني فلك وراح أبني. اليوم أحبائي الرب قال لنا أن نبني كنيسة كبيرة في الوقت اللي كل المسيحيين دي يسافرون، صح لو لا؟ نعرف كل المسيحيين دي يسافرون. ليش دا تبنون كنيسة كبيرة؟ ما أعرف، بس هو يعرف. المسيحيين دي يسافرون، بس إذا مباوع نشوف أنه ناس كثيرين دي جون. أمين؟ أمين. ولازم نبني الكنيسة،
ولازم نركض بثبات في السباق الموضوع أمامنا. تخيلون موسى شقد كان مبين غبي. موسى واقف أمام البحر الأحمر، قدامه بحر، ورانه الأعداء، وبيده شكوا شعب الرب ده يسأل شو راح تسوي؟ طلعتنا شو راح تسوي؟ ما أعرف، بس عندي عصا، عندي بس عصا. تعرفون اللي كان عندنا خلال 15 سنة الماضية؟ كان عندنا بس عصا، صدقوني كان عندنا بس عصا. وكان أكو كم بحر أحمر كان لازم الرب يشقه. أمين. تخيلون سارة شلون شكلها كان مبين غبي. سارة نازلة مول المنصور ده تشتري ملابس الطفلة اللي راح يولد. مول المنصور تخيلون ده تشتري ملابس الإسحاق وهي كبيرة بالعمر. تخيلون إيش قد شعب الرب كانوا مبينين أغبياء، هم ده يلفون حول أسوار أريحة والأسوار منيعة وما عندهم لا صواريخ ولا طيارات ولا شيء. تعرفون نحن إيش قد مبينين أغبياء، نحن إيش قد مبينين أغبياء. لأن البلد هذه مليانة عماليق، قول عماليق، مليانة أرواح شريرة، مليانة فساد، مليانة ظلم، مليانة نفاق وقتل واغتصاب وكراهية وطائفية وش تريد موجود. ونحن نصلي، نحن نؤمن أن الرب راح يغير البلد. الناس تسأل ايش ده تسوون؟ ده نبني فولك، والرب راح يملي المكان، والناس حتى تجتمع، حتى الناس تخلص، حتى الناس تشفى، حتى الناس تتحرر، حتى الناس تسترد، حتى الناس تطلب الرب. احنا مبينين اغبياء صح لو لا؟ لكن تتخيلون داود شلون كان شكله هو واقف امام جوليات العملاق بيده 5 حجارة ملز. تخيلون استر شلون كان شكلها مبين وهي دا تواجه الملك، كان ممكن يقتلها لان ما كان مسموح انه اي شخص يدخل لحضرة الملك حتى تدافع عن شعبه. تخيلون كالب شلون كان مبين شكله غبي، هو عمره 85 سنة، يقول انا ما زلت متشدد. يعني دا اتخيل، انا دا اتخيل عمره 85 سنة، ايده دا ترجف، انا ما زلت متشدد للخروج والدخول. تخيلون مريم شلون كان شكلها مبين، غير متزوجة وحامل في مجتمع شرقي. تخيلون حكماء من المشرق دي يمشون ورا شنو؟ نجم. وين رايحين؟ صدق ده نمشي ورا النجم. تخيل انت لو يعني اليوم لو ده تمشي ورا نجم وين يودوك؟ راسن العصفورية. تخيلون بطرس شقد كان مبين غبي. فكروا وياي، بطرس انا راح امشي على الماي والكل ده يضحك علينا. يعني اول خطوه ايش كانوا ده يقولون علينا؟ تخيلون نازفه الدم لما جت تلزم خدوا بثوب يسوع ايش قد كانت مبينه غبيه. واكيد اليهود اللي صلبوا يسوع ضحكوا على يسوع، ضحكوا قالوا غبي، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصه. أحد أخوتنا اللي نحبهم كان كتب تعليق على الفيسبوك على واحدة من وعظاتي، كتب يعني ده أقتبس بالضبط إيش كتب، كاتب يا أغبياء أصحوا، هل ما زلتم تؤمنون بهذه الأشياء؟ تعرفون إذا نحن نريد نكون من ضمن سحابة الشهود، إذا نحن كنيسة الحياة الجديدة نريد نكتب في التاريخ، إذا نحن كنا مستعدين نكون مختلين لله، نحن ممكن نشوف نتائج بالضبط مثل ما شافها الناس اللي سبقونا. أمين.
الكل ضحك على نوح صح غبي، بس الكل هلك، هو وعائلته نجوا من الطوفان. موسى رأى البحر الأحمر انشق. سارة ضحكوا عليها بمول المنصور، لكن شافت إسحاق، ولدت إسحاق. داود ضحكوا علينا لكن هزم جوليات. شعب الرب رأى سوار أريحة تسقط. أستير وقفت خطر إبادة عن شعبها. مريم ولدت يسوع. بطرس مشى على الماء، نازفة الدم شفيت. يسوع قام من الموت حاملا مفاتيح الهاوية والموت بيده. تفهم كتابي؟ كتابي يقول أنه نفس الروح اللي أقام يسوع من الموت هو موجود في داخلك، هو يعيش في داخلي. لهذا كنيسة الحياة الجديدة، نحن نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. من يقول أمين؟ لهذا خلينا نركض السباق الموضوع أمامنا، خلينا نركض بثبات في اسم يسوع. أمين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. خلينا نلف لفة أخرى بالإيمان. خلينا نلف لفة أخرى بالإيمان. سامر، خلينا نلف لفة أخرى بالإيمان. خلينا نلف لفة أخرى. خلينا نلف لفة أخرى. خلينا نحارب جوليات. خلينا نبني الفلك الذي معنا أقوى من الذي علينا. الذي معنا أقوى من الذي علينا. الذي معنا أقوى. معنا قوة الروح القدس. معنا قوة الروح القدس. معنا اسم رب الجنود. معنا خمس حجارة ملز لكن بيد الله. الذي معنا أقوى من الذي معهم. قل يا رب رح نمشي على الماء، رح نمشي على الماء مثل بطرس، رح نلمس هود بثوب يسوع، رح يتوقف نزيف الدم في بلدنا. قل أمين. رح يتوقف نزيف الدم في بلدنا. رح نحارب عماليق، رح نحارب أرواح شريرة، رح نلف لفة أخرى بالإيمان. رح نمتلك. قلوا أشكرك لأنه أنت اختاريتني حتى أكون جزء من هذا العمل. أشكرك لأجل هذا الامتياز. أشكرك لأجل هذا الاختيار. أشكرك لأجل هذه الدعوة. أشكرك لأجل هذه المسؤولية. أشكرك لأجل هذه المأمورية. أشكرك لأجل هذه الدعوة. أشكرك لأجل هذه الإرسالية. أشكرك لأنه الذي فعله معنى رهيب. أشكرك. ساعدنا أن ما نسقط عصا الإيمان. قلوا ساعدني أن ما أسقط عصا الإيمان. ساعدني يا رب أكمل سباقي بقوة. ساعدني يا رب أسلم عصا الإيمان لجيل مالي. ساعدني يا رب ما أبطأ في عملية التسليم. ساعدني يا رب أنه لما أستلم أركض بثبات، بعزم، باجتهاد. يا رب رح أحمل عصا الإيمان لجيلي. قل أمين. رح أحمل أخبار السارة لشعبي. رح أكون نور في وسط ظلمة شعبي. رح أكون نور في وسط ظلمة شعبي. رح أكون نور في وسط ظلمة شعبي. أسوار أريحة رح تسقط. أسوار أريحة رح تسقط. أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو الألفا والأوميجا. ساعدنا. قل ساعدني أكمل. ساعدني يا رب ما أهتز يا رب. ساعدني يا رب أكمل. ساعدني أن أفهم لماذا أنا موجود. ساعدني أن أفهم دعوتي وإرساليتي يا رب. ساعدني أفهم ليش أنا موجود في هذا المكان المظلم. ساعدني يا رب ليش أنا موجود في هذا البلد. ساعدني يا رب شنو دعوتي يا رب حتى أخدم جيلي يا رب. ساعدني.
ساعدني أفهم ليش، ساعدني يا رب، ساعدني أفهم ليش، ساعدني يا رب أفهم ليش، ساعدني يا رب أطرح كل ثقل، ساعدني أطرح كل خطية، ساعدني يا رب أطرح جانبا كل أمور تثقل دعوتي ورسالتي، كل شيء يعيق حركتي، يعيقني في السباق، الموضوع أمامي، المعد أمامي، ساعدني أتخلى، ساعدني أتخلى، ساعدني أطرح جانبا كل شيء يعيق تقدمي، ساعدني أركض باجتهاد، ساعدني أركض باجتهاد، ساعدني ما أنشغل باللي حولي، ساعدني ما أنشغل باليمين وباليسار، ساعدني ما أنشغل بسباق غيري، لكن ساعدني أوجه نظري نحوك يا رب، أوجه نظري ليسوع، أوجه نظري عليك، الإله العظيم يسمع صلاتك ويطلب من عندك أن تقف في الثغر، يطلب من عندك أن توقف في هذا البلد، صلي لأجل حضوره، الله دعانا، الله اختارنا لأجل مقاصد عظيمة يا أخوتي، نحن مشغولين، لكن خلينا نركض في السباق، الموضوع أمامنا، خلينا نطرح كل ثقل وكل خطية، خلينا ننظر لسحابة الشهود اللي كانوا قبلنا، ملك الملوك رب الأرباب جالس على العرش يسمع صلاتك، أريدك تقف في الثغر، ربي أرسل، ربي أرسل
الأيام يا رب محتاجينك في حياتي محتاجينك فيضان ربي أرسل ربي أرسل مية جديدة مية جديدة في حياتي في حياتي فيضان فيضان قلوا أنا متاح لي أنا متاح لي قلوا أنا متاح ليك أنا متاح لي افعل بي كل ما يحلو في عيني قلوا أنا متاح أنا متاح لي وين ما تريد أنا متاح قلوا أنا دا أرسلني افعل بي كل ما يحلو في عيني ربي أرسل ربي أرسل قلوا مية مية جديدة محتاجك محتاج مية في حياتي اسكن روحك فيضان ربي أرسل مية جديدة يا رب في حياتي أنا متاح لي افعل بي كل ما يحلو في عيني أنا متاح لي أنا متاح لي افعل بي كل ما يحلو في عيني قلوا يا رب ارسل مية تعال ارسل سكيب من الروح القدس تعال يا رب اروينا تعال يا رب السماوات مفتوحة تعال في امطار الروح القدس تعال اسكب سكيبك علينا يا رب نعرف من دونك لا نقدر ان نفعل شيء لذلك يا رب رح ننتظر يا رب الى ان ترسل قوة من العالي يا رب محتاجينك 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 تعال اسكب روحك تعال يا رب فيض علينا تعال يا رب امطارك تعال في الندى تعال في نهضة تعال في انتعاش تعال يا رب شيل كل فتور في وسطنا تعال يا رب بزيارة تعال بافتقاد تعال بسكنة يا رب محتاجينك 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 تعال يا رب تعال يا رب تعال 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 يا رب على كل عظام يابسة تعال يا رب على كل عظام ميتة تعال اسكب روحك يا رب علينا تعال يا رب انهض الأبطال الموجودين في هذا المكان انهض الأبطال انهض الأبطال نادي على الأبطال نادي على الأبطال هذا وقت انه تاخذ قرار انه تنهض هذا وقت انه تاخذ قرار انه تسلم الكامل لشخص الرب يسوع قل يا رب انا بين يديك انا بين يديك انا بين يديك استخدمني انا بين يديك ارسلني انا بين يديك اطلقني كفى دوران حوالين الجبل كفى تيهان في البرية انا متاح لي أنا متاح لي افعل بي كل ما يحلو في عيني أنا متاح أنا متاح لي يا رب أنا متاح لي نعم يا رب افعل بي كل ما يحلو في عيني تعال يا رب أرسل نارك علينا تعال أرسل نيرانك علينا منو مشتاق للنار منو مشتاق لنار الروح القدس قل يا رب تعال 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 ألهبنا تعال أشعلنا تعال يا رب فيض علينا تعال في نار تعال قدس تعال طهر تعال صفي تعال افرز تعال يا رب نهضة يا رب تعال في نار تعال في نار تعال في نار تعال في نار